وسط ربيع عربي يظهر حرية وفي ظل خريف حكومي سببه الرئيس تمويل المحكمة الدولية، أطل تيار المستقبل على جمهوره من عاصمة الشمال وتحديدا من معرض رشيد كرام الدولي في مهرجان خريف السلاح ربيع الاستقلال لمناسبة ذكرى استقلال لبنان. صحيح أن ما كان منتظرا لم يحصل، لم يحضر الرئيس سعد الحريري ولم يطل عبر شاشة عملاقة، لكن سلفه الرئيس فؤاد السنيورة تحدث باسمه معربا عن خشيته من تغيير معالم الوطن. نتوجه بالسؤال إلى الرئيس نجيب ميقاتي، ألستم مع ما يريده شعب طرابلس وأبناء الشمال؟ ألستم مع الثوابت الوطنية والإسلامية؟ نفذوا ما يريده هذا الشعب الأبي. المحكمة الدولية والتعاون معها والتمويل لها ليس منة من أحد، إنه حق وواجب. نترقبكم وأنتم تعبرون جسر المستقبل، هكذا عبر السنيور عن دعمه ودعم فريقه السياسي للثورة في سوريا. الشعب السوري هو الذي يصنع التغيير في سوريا وليس أحدا سواه، لكننا نقول لهم قلوبنا معكم، نحن أبناء الحرية في لبنان ننتظركم. النائب مروان حميدي شدد من جانبه على رفض الممانعة المزيفة وإدخال الوطن في السجن الكبير فيما الشعوب العربية تخرج منه. لن أترحم سلفا على حكومة حزب الله الساقطة المتهاوية، ولن أشفع أبدا بأي سبب من الأسباب لنظام القمع الأسدي في سوريا الحبيبة. جئت من متراسكم الجبلي لأقول لأحد أبناء طرابلس، لمن اعتقدناه رفيقا بالأمس، لا تترك القتلة يسرحون ويمرحون. إنها فعلا لحظة التقاط الأنفاس واستعادة المبادرة وإسقاط الحكومة. فليكن مهرجان طرابلس الاستقلالي فجر الاستقلال الثالث، الاستقلال الثابت، لأن الثالثة ثابتة من هنا. حكومة السلاح والصدفة لابد أن تسقط بحسب النائب بطرس حرب الذي رأى أن منطقة السلاح يمزق الوطن والأخطر أنه يعطل الحوار. من هنا من طرابلس وفي ذكرى الاستقلال أكرر باسمكم رفضنا لأي سلاح غير شرعي وغير خاضع لأمرة الدولة اللبنانية. نعلن رفضنا له لأننا نرى فيه خطراً على دولتنا. اسمحوا لي أن أؤكد أمامكم وأمام التاريخ خجلي من موقف لبنان وحكومة لبنان من موضوع الحركة الشعبية في سوريا، وإننا نسأل الحكومة هل تدرك حجم الأخطار التي ستلحق بلبنان وبشعب لبنان إذا نجحت الثورة في سوريا؟ هذا وتحدث خلال المهرجان نائبا طرابلس سمير الجسر ومحمد كبارة، فهاجما الحكومة كما السلاح. إن هذه الحكومة ليست بحاجة إلى إسقاط، لأنها في الأصل ساقطة من وجدان الناس ومن ضمائرهم، لأنها أتت بالانقلاب في يوم أسود وبصناعة قمصان سود، ولأنها وليدة التنكر للعود والعهود. الاستقلال استبيح وما تبقى منه يتأرجح تحت معادلة ثالوث إلغاء الدولة التي يذكرها في صيغة الجيش والشعب والمقاومة. هذا الثالوث غير المقدس يسقط بإذن الله، سيسقط بسقوط هذه الحكومة. لكأنه المسمار الأخير في نعش الحكومة الميقاطية، هذا أقل ما يمكن أن يقال في المهرجان الذي أقامته قوى 14 آذار هنا في معرض رشيد كرام الدولي. وإلى هذه المسامير تضاف رسائل عدة في أكثر من اتجاه لتعلن بداية مرحلة سياسية جديدة ستكون لها من دون أدنى شك انعكاساتها وتردداتها ونتائجها. من عاصمة الشمال طرابلس،
جوني تانيوس، MTV.